اللي صابر من قبل من قبل دي يوم الشغل بيبدا. ايه القرف اللي انتوا فيه ده؟ ايه القرف ده؟ انتوا مقرفين قوي. ده انتوا قرف. ده ايه ده؟ ده انتوا اوفر. ده انتوا محدش يطيعكوا. ده انتوا فشله. قاعد بعاند وراكوا خرق. ده انتوا خرق. ايه؟ اللي مش عاجبه كلمه يقول. اللي مش عاجبه كلمه يقول. يا حد عنده حاجة؟ الفنان محمد سعد وهو يشتم بطريقة محزنة ومضحكة ويقول انتو قرف، انتو اوفر، انتو فشلة، محدش بيطيقكوا، قاعد بعالج وراكم، ويقول اللي مش عاجبه كلمة يقول. المهم في هل الفنان محمد سعد شرير؟ الحقيقة أن الممثلين يقال اختبأوا بالحجر الخاصة أو الكرمانات نتيجة هجوم بلطجي عليهم ورميهم بالحجارة والعلب الفارغة، ويقول أنهم أمسكوا بالفنان خالد النبوي. هذا الكلام طبعا ينقله ابن سامي مغاوري الممثل المعروف اللي هو كريم سامي مغاوري. الحقيقة مخالفة تماما لما ظهر في الفيديو من شتم وصياح. يقول أيضا أنها ليست أول مرة أعمل فيها مع محمد سعد، وأن سعد بالتجربة، وأن محمد سعد يعني جدع كما يقال، وأنه سعيد بالتجربة جدا مع محمد سعد، وأنه مش أول مرة يعني بيشتغل مع محمد سعد. في يذكر منها مسلسل اشتغل فيه زمان اسمه فيبا أطاطا. يضيف ايضا ان مدة الفيديو قصيرة جدا وما بتسمحش للناس انها تبني موقف او تحلل او تحليل حقيقي. يضيف ان الممثل محمد سعد من النوع اللي بيخاف على شغله جدا، وهو مؤلف مسلسل اكسلانس يعني، وانها مش اول مرة بيصوروا في منطقة الحرفيين، وان التصوير توقف 3 مرات على الاقل لان هناك خطورة على حياة الممثلين، لان هناك مجموعة بلطجية تعرضوا لهم هم والممثلين. الممثلين استخبوا في الكرفانات كما يقول، استخبوا في الكرفانات بتاعتهم. الناس كانت بتحذف عليهم قزاز او ازاز زي ما بيقول. يقول ابن سامي مغاوري اللي هو كريم سامي مغاوري، محمد سعد جدع وابن بلد وحريص على شغله، في ناس بدها تخلص شغل علشان صايمة، وان الممثلين حريصين على ان التصوير يخلص علشان يلحقوا الفطار يعني، علشان يفطروا، لان التصوير تفركش اكثر من مرة، فالناس يعني بدها تخلص من الشغل او بدها يعني اتخنقت زي ما بيحكي، فبدها تخلص من الشغل، وان الناس بتيجي 7 صباحا والفيلم ما تصورش، واليوم الثاني ايضا ما تصورش، فهو لازم ينفعل. يضيف ايضا انه حريص على صورة المسلسل وراحة الممثلين عشان يقدروا يعملوا المشاهد بأداء جيد جدا، والخوف ايضا على فلوس المنتج.
بدل انها بتروح كل يوم هدر، يعني بمعنى انه محمد سعد خايف على فلوس المنتج بدل ما تضيع بلاش، فهو خايف على كل جوانب العمل. غير ان هذا غير انه هو يعني مؤلف العمل، وهو نجم العمل ذاته. بيضيف ايضا ان الانفعال ما كانش موجه للمخرج الاستاذ نشأت، بل للمقصرين واللي ما حضروش شغلهم، او اللي ما حضروش شغلهم كويس، وانه ما يقدرش يعني ما يقدرش يعمم على الكل، وانه بقية الكرو وطاقم العمل جيد، ولكن في فئة قليلة مقصرة، وان الانفعال او الصياح كان موجه للقلة المقصرة من طاقم العمل، وانه لو ان اي حد كان على حق كان رد يعني هذا كلام محمد سعد، لانه يعرف انه كان موجه نقده للناس المقصرين. الاستاذ محمد سعد نعرفه مبدع جدا، واحيانا يعني لا نلوم على الانفعال، لانه يقال انه حريص على الشغل. لا تنسونا بالتعليقات ومشاركة الفيديو.